يخرب بيتك يخرب بيتك يا ألفونس، شو عم تعمل؟ واحد وقفوا شعراتك جابي جابي بابي يا عمي جميل. يا حبيبي شو قصة هيدي نقي بالنفس؟ نحنا ما بنعرف شو يعني نقي بالنفس. نقي بالنفس تسلمي لي نفس عرقيلي. بيشبع كاركتير بيطلع على التلفزيون بيقول ماني بلاني يعني ما خص هذا ابنك الأزعر يحرق. لحظة ماني لحظة ماني هي ما في مثله. الخميس 9:15 على الام تي في. بس شوف شفيق بيعمل ايه. شفيق ياه.